السلام عليكم. لو عندنا مبنى زي ده عايزين نشيك على الستور دريفت بتاعه، تمام؟ من هنا لو دي مش ظاهرة تفتحها من اوبشن موديل اكسبلورر، تمام؟ display show tables analysis، تمام؟ result، بعد كده displacement story drift، تمام. نعمل كليك يمين شو تيبل، هيظهر لنا جدول بالشكل ده. نعمل اكسبورت تو اكسل، تمام. هيفتح معانا الويندو دي، تمام. نشيل الحاجات اللي ملهاش لازمة خالص، تمام. نعمل يساوي ماكسيمم، نختار ده، هيطلع لنا قيمة، تمام. هنا هنقول 0.0063، هقول لك القيمة دي جت منين. ده كده الالاوبل، تمام. بوينت 0063، خلاص. لو القيمة دي اقل من ده يبقى كده سيف، تمام. هقول لك القيمة دي بقى جت منين. حاولت برضو الخصها في ملف وورد بالشكل ده عشان تشوف الموضوع بتاع التي. كده كده التي بيطلع اكبر من 0.7، تمام. فالالاوبل بتاعنا اللي هو 0.02 اتش. نكمل مع بعض. ال 0.063 دي عبارة عن 0.02 على 0.7 في الار، والار ب4.5. لو دخلت الرقم ده على الآلة هيطلع لك 0.063. المفروض ده اصلا الكلام ده جه منين. نفتح كده ده، اصلا الستوري دريفت لو قلنا ده دلتا 2 وده دلتا 1، هو اصلا البرنامج اللي نفسه بيطلع لك الفرق ما بين الاتنين، يعني دلتا 2 ناقص دلتا 1 اللي هو الفرق ما بين الادوار. ده دور، ده فلور، وده فلور تاني، ده مثلا اف 2 و اف 1 مثلا، تمام. فهو اصلا البرنامج بيطلعها لك اللي هي الماكسيمم ستوري دريفت، واللي هو انت ممكن تطلعها بشكل تاني من display show story response plots من هنا اللي هي الستوري دريفت، تمام. هو بيطلع لك القيمة على طول عشان كده هي يونتلس، تمام. هو بيطلع لك الفرق ما بين الدورين دول. اللي هي نفتح كده القلم ده، دلتا 2 ناقص دلتا 1، تمام. ده اللي هو اسمه، ده اسمه دلتا اس، وده اللي البرنامج اصلا بيطلعه. احنا عايزين دلتا ام. دلتا ام هيساوي دلتا اس في 0.7 في الار، تمام. وبنقارن القيمه دي ان هي لا تتعدى ال 0.202 في الاتش. الاتش اللي هو ارتفاع الدور، واخد بالك؟ اتش ده اللي هو ارتفاع الدور. طيب لو انت وديت ال 0.7 في الار اصلا، يعني اصلا الاتش دي البرنامج بيجيبها لك كده دلتا 2 ناقص دلتا 1 على اتش، تمام. يعني دي كده دلتا 2، دي ده دلتا 1، وهنا ده اتش ارتفاع الدور، واخد بالك؟ فالبرنامج بيدي لك دلتا 2 ناقص دلتا 1 على اتش، واخد بالك؟ اللي هي دي اهي بيساوي ده الكلام ده كله كده مع بعض. فهنودي احنا ال 0.7 في الار الناحية التانية، يعني خلاص دي كده اتشطبت، هتودي ال 0.7 في الار الناحية التانية. بعد ما تعمل الكلام ده هيطلع لك بقى القيمة اللي احنا اتكلمنا عليها في ملف الوورد اهي، اللي هي ال 0.063 اهي، اللي هي دي، واخد بالك؟ 0.063 في الكود اللي هو اليو بي سي 97، في الكود اللي هو الاي اس سي اي بتطلع القيمه دي ب 0.005. هبقى ان شاء الله اعمل فيديو تاني ليها واوضح القيمه دي جت منين. بس فاحنا هنا خلاص ده اقل من ده، فكده سيف وشكرا. ممكن لو احنا مثلا عايزين نخلي ده
نحوله بي دي اف وندخله مثلا في كالكوليشن شيت مثلا، يعني كنترول بي هسيفه الاول بي دي اف، بس هدخل كل الكلام ده معايا. من هنا فيت او فيت انتو وان بيج، كل الكلام ده كده دخل معايا. برنت مثلا في على الديسكتوب اهو، بعد كده نحول الكلام ده لصور. نكمل كده فايل سيف از، تمام. نقدر بقى نفتح اي الكالكوليشن اللي كنا شغالين عليها ونعمل لها امبورت اهو. انسيرت وتروح الفولدر اللي انت مسيف فيه. يعني كل القيم دخلت، وهتلاقي فوق القيمة اللي احنا قلنا عليها، كل دي القيم، تمام. اهي بس كده.